وزارة الصحة أعدت خطة متكاملة واضحة المعالم خلال فترة موسم الحج، والتي تمثلت بتوفير فرق البعثات الطبية والكوادر الطبية، هذا بالإضافة إلى الخدمات المساندة، فقد قامت بتوفير العديد من التطعيمات في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب اهتمامها بالتوعية الصحية للحجاج قبل وأثناء وبعد فترة الحج. قبل أيام معدودة قام فريق الخدمات الطبية من بعثة الحج الكويتية بتوفير جميع الاحتياجات لاستقبال الفريق الطبي الذي سيغادر في 7 سبتمبر المقبل. عندنا المقر الثابت للبعثة الطبية، هو يكون في مقرها في النسيم، ويتكون من عيادات الرجال وعيادات النساء. عندنا 3 عيادات رجال وعيادات نساء، طبعا بالإضافة لها اللي هي غرفة التمريض وغرفة القيار، وعندنا غرفة العناية المركزة يخدم بالنسبة للرجال والنساء. هذه عيادة ثابتة وشغالة 24 ساعة تخدم الحجاج. وزارة الصحة قامت بتوفير كافة التطعيمات للحجاج في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية. 3 طعومات رئيسية ومتوفرة في جميع مراكز الصحة الوقائية، هي تطعيم المننجوكوكس والنيوموكوكل والإنفلونزا الموسمية لبعض الحالات مثل الحالات الأمراض المزمنة والنقص المناعة وكبار السن. لجنة التوعية والإعلام الصحي من جانبها قامت بإصدار كتيبات وإصدارات جديدة تتحدث عن صحة الحجاج، بالإضافة إلى إرسال رسائل وأفلام توعوية وغيرها من الأنشطة. هذا اللقاء التنويري سيكون إن شاء الله في مركز الطب الإسلامي في أول شهر سبتمبر، بحضور يعني رئيس فرقة البعثة الحج الكويتية وأطباء البعثة ورئيس الأطباء، وطبعا الطاقم الطبي كلهم وأطباء الحملات. وإن شاء الله سوف يتم في هذا اللقاء تطعيم هؤلاء الكوادر الطبية. خلال فترة الحج حرصت الوزارة على وجود فريق توعوي يرافق حملات بعثة الحج. سيكون هناك مرافق من اللجنة التوعية والإعلام الصحي لفريق الحج الكويتي، وأيضا خلال الحج سنقوم أيضا بتوصيل رسائل الحجاج، حصلنا على أرقام الحجاج من وزارة الأوقاف. الجانب الوقائي يلعب دورا أساسيا قبل وأثناء وبعد موسم الحج. ننصحهم يراجعون الدكتور الحمل، بل يقول دكتور الحمل على أي مرض موجود عندهم أو علاج موجود عندهم، بس الاحتياطات يعني. نعم. بس ويأخذوا تطعيماتهم بالوقت المناسب قبل يروحوا الحج. إذن وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات لضمان سلامة الحجاج وتقديم الخدمات الصحية لهم وعلى أعلى المستويات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والإسعافية والتوعوية. من وزارة الصحة لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.